السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم أسهل طريقة باش تفصلوا جاكيطة ديال الدان، تتلبس في وقت البرد وتتلبس في الوقيته ملي تيبدا يسخن الحال شوية. أنا غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تفصلوها. ها هو التوب ديالنا، غادي نتنيو على زوج بحال هكا. هاد الطريقه ممكن انكم تفصلوا بها الجاكيطه، كتجي زوينه من غير الكورساج ديال الفصاله. انا جربتها تتجي زوينه. تناخذوا ارتفاع الصدر. هاد المقاسات ديال بنيته صغيره، عندي في ارتفاع الصدر 22، وعندي في الطول حتى اللاطاي عندي 38 سنتيم. وعندي حتى الحوض 15 سنتيم. ها هو الخط ديال الصدر، وهذا الخط ديال الحزام، وهذا الخط ديال الحوض. وغادي نديرو دابا الطول الكلي. الطول عندي 94 سنتيم، غادي نزيدو 3 ديال التخفيفة، هي 97. وها هو كما قلت لكم الطول الكلي، راه ما بانش لكم. ها هو هذا هو الطول الكلي. هنكحز لكم الكاميرا عاود. الكتاف عندنا 33 سنتيم، تنحيدو هذا الطرف ديال 1 سنتيم ديال هذه الحاشيه هذه. تنديرو حيدت 2 سنتيم، و تنزيدو 2 سنتيم ديال الصديف، لان هذه ديال بنيته صغيره. هانتوما ما تنزيدش ليها 3 سنتيم كامله، تنزيد لها غير 2 سنتيم. عندي في الكتاف 17 سنتيم بحال هكا، عندي في الصدر 21 سنتيم. تنعبروها، ما تنعبروهاش من هذا الخط الاول اولا من الحاشيه، تنعبروها من هذا الخط ديال الصدايف، 21 سنتيم ديال الصدر. ها هو. وعندي في الحوض 22 سنتيم بحال هكا. داكشي اللي عبرناه هنايا تنعبروه هنا، وتنسطر. من هنا تنهبط بزوج سنتيم لان بنيته صغيره، ومن هنايا تندير ليها الكول ديالها فيه 6 سنتيم. تنديروا الطول ديال تنديروا النصف ديال هاد البلاصه، تنديروا العرض ديال الامام. العرض ديال الامام هي هاد المسافه هذه، تندير فيها حيت كنعبروها. هانتوما عندي فيها 15.5 بحال هكا.
وهنايا غادي ندير نفس المسافه اللي عندي في الصدر، تنديرها هنايا تنديرها في الحزام، وبطبيعه الحال تحت هنا عندي 22 سنتيم، هنايا غادي ندير 27. تنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة ديال الطول الكلي، وتنلاقي هاد النقطة ديال الحوض مع هادي ديال الحزام، وتنلاقي هادي ديال الحزام مع ديال الصدر. وعندي هنايا تقويرة، تنجي ونقوى، يا إما تديرو بيستولي، أنا قورتها غير بيديا وتنقطع. وهنايا تنخلي واحد سنتيم ديال الخياطة، ثم تنخلي واحد ديال الخياطة. ها هو الأمام ديالي، بقى لي العنق. العنق ديالي تندير من هنايا، من هنايا درنا 6 سنتيم، من هنايا تنديرو 7. هانتوما عندي كل داير، وتنخلي فيه حتى هو واحد ديال الخياطة. تنشدو التوب ديالنا، تنتنيو على زوج البلاصه المسدوده ديال التوب، تنجيو نحطو فوق منها، تنحيدو بعدا هاد البلاصه ديال الصدايف، هاد الخط ديال الصدايف تنحيدوه هكا، وتنحطو بحال هكايا، هانتوما بحال هكا فوق هاد التوب هذا، حتى كنقادوه مزيان. وتنبداو في الفصالة، ثم تنغلط من هنايا بواحد 2 سنتيم ديال العنق. قطعت 2 سنتيم ديال العنق ديال الوراء بحال هكا، وتنجيو لهنايا لتحت، معرفتش واش كيبان، تنجيو لهنايا تنطلعو بواحد سنتيم ونص وتنقطعو. هذا هو الامام والخلف ديالي، تنتنيو التوب هكا على زوج، حيت شاط ليا هذا الطرف الطويل بين الامام وبين الخلف، وما بغيتش نضيعو، وقلت غادي نفصل فيه الكمام. هانتوما نيتو هكا على زوج، ثم كنتني على 4. بحال هكا تنديروا التركيز ديالكم، غادي ندير فيه 12 سنتيم. وتندير من هنا، من هاد القنت هذا لهنايا 22 سنتيم بحال هكا. تندير الطول الكلي ديالكم، عندي يعني فيه 53 سنتيم، 53.
غادي نزيد سنتيم ديال الخياطة هنايا من الفوق 53 هي 54 وتنزيد جوج ديال التكفيفة من التحت بحال هكا هي 56 سنتيم هنايا تندير النص تندير غير الكم العادي وهنايا تنطلعو بواحد ونص من هنايا تنهبطو بواحد ونص وتندير دورة الكم 12 سنتيم زائد واحد ديال الخياطة 13 سنتيم وتنسطر تجيبو من هنا لهنا من هاد الطول الكلي حتى لتركيز النص وهنايا تندخل بواحد ونص وتنقطعو نخليو واحد ديال الخياطة غادي ندير فيها كول اوفيسيي الكول اوفيسيي ما تنفصلو حتى كنخيط البياسه وريتكم الطريقه ديال الفصاله ديال الجاكيطه و الى عجبكم الفيديو اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي